دي. طيب كابتن ابو الدهب، اخد رايك في اللقاء النهارده وبشكل عام للبطوله واستفاده منتخبنا الوطني من هذه البطوله. يعني كبدايه فاروق، انا يعني انت بتلعب ماتشين اقوياء، وده كان اول تجمع للكابتن حسام حسن ان انت عاوز تتعرف على اللعيبه ويبقى في شكل ويبقى في اداء، وده اللي احنا ما شفناهوش. هنتكلم في بعض الاختيارات احنا اتكلمنا عليها، يمكن قلنا في لعيبه ما تستاهلش ان هي تلبس تيشيرت منتخب مصر وتبقى موجوده في المنتخب، لكن الاداء مش متغير. انت بتلعب مع منتخب كرواتيا، منتخب ثالث العالم، بتلعب بشكل انت في حذر شويه او في خوف او في ارتباك. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بس عشان ما نظلمش، لا الكابتن حسام حسن ما يتحملش اي حاجه. ممكن تتكلم على اختياراته وتختار ان انت في لعيبه ما تجيش المنتخب او ان هي اختارت باسلوب عشوائي، لا ده مش هيحصل. يعني ايه ما يتحملش؟ المدير الفني دائما هو اللي يتحمل يا كابتن اي شيء. ما انت خلي بالك، بص يا فاروق، ما انت سواء بقى نتائج او تشكيله، لا ما انت هتقعد تتكلم على اللعيبه، اللعيبه دي اتخلصت على مدربين كتير او الجيل اللي موجود. بمعنى اتكلمنا على البطوله قبل، بقى في لعيبه، ما انا بقول لك في لعيبه اللي الجيل ده خلص. لو جبنا جوارديولا مع اللعيبه دي والله ما يعمل حاجه. طب انت تاخدها ليه؟ ما يا كابتن، ما هم دول اللي موجودين. لا مش هم دول، لا في لعيبه تانية اللي موجودين في مصر. بص يا ابو دهب، هخش عليك دي، هخش عليك دي بس. انت النهارده اعمل تيم جديد ولاعيبه جديد، اسمع بس، واحنا هنستحمل لغايه ما نشوف الدنيا فيها ايه. مش هي اللعيبه دي بتبطل؟ ما انا دلوقتي لو حكمت على حسام حسن من اول ماتشين يبقى انا كده بخلص على بدري يا كابتن. ماتش، ما هو ده حكم. هو يا كابتن، طب ما انت الماتش اللي فات طلعت حسام حسن السما، اخطاء في مش طلعتوش السما وكسب؟ هو لما كسب، واهم حاجه ان كسب. السما يا كابتن، احنا قلنا الاداء يعني مش هو احسن حاجه. تفرح. طب يخسر بقى، يبقى لازم احنا نقعد له بالمرصاد عشان يعدل من سلبياته واخطائه. ما احنا هنتلكك له يا كابتن على حاجه. مش تلكيك. لا يا كابتن، انت النهارده طب انت النهارده في لا الاداء صلى على النبي. انت بتلعب فرقه، صلى على النبي يا كابتن. ده الفرقه دي صلى على النبي، صلى على النبي. انت النهارده اكرم توفيق تلعبه ولا حمدي فتحي؟ لا حمدي فتحي. يبقى غلطه مين؟ مع فاروق. يبقى غلطه مين؟ ما في يا كابتن، ما هو راجل بيجرب وبيشوف. بيجرب فين النهارده؟ مع السلبيات. ده راجل ما بيلعبش. معلش يا كابتن، مع السلبيات اللي هي حصلت في البطوله دي، انا اعتقد من وجهه نظري كابتن، بتتفرج على كوره مش هتتكرر تاني. في لعيبه يا كابتن مش تتكرر، هو عنده على طول ماتش، عنده ماتشات. هل النهارده بالشكل ده انت بتلعب فرقتين يا فاروق؟ زي انت بتتكلم على فرقه، انت بتلعب فرقه ثالث العالم وفرقه كويسه وفرقه محترمه، جايين يتفسحوا، ده في اجازه جايين يتفسحوا. لكن انت واضح ان اللعيبه ديت مفيش ضغط، مفيش، ما شفتش جمله، ما شفتش اداء بشكل كويس. هل انت في عيب مين يا كابتن؟ عيب مدرب؟ ايوه طبعا يا كابتن. طب هما كان عيبهم مع فيتوريا؟ كان مع عيبهم مع كروش؟ ايوه، عشان دول لا يا كابتن، دول مدربين. هو المفروض والطبيعي ان نشوف جديد، شكل مختلف، نشوف جديد. بمعنى ايه؟ ان لو هما مع فيتوريا هتشوف شكل مختلف، هتشوف شكل مختلف في اسبوع، على كابتن حسن في اسبوع يا فاروق. ان الوضع، انا ده اللي انا بتكلم فيه، انا بتكلم، لا مش في اسبوع، يعني الوقت قصير. ابو الدهب بيناقض كلامه. مش بناقض يا كابتن، استنى بس. انت بتقول اللعيبه دي بطلت كل المدربين، صح؟ انا باخدهم ليه؟ ما انا شفت. هجيب مين؟ لا يا حبيب قلبي، اعمل دلوقتي ابني زي ما بقول لك. ما تلعب بعبد المنعم ماشي، العب ببيكهام ماشي، العب بمحمد شكري ماشي، العب باحمد هاني مش محمد هاني، العب بعمر كمال، واخد بالك؟ ماشي. طيب. العب في نص الملعب، انت عندك لعيبه بتلعب كوره، لاعبهم. طيب. هتقول لي مين؟ هقول لك. هنرجع نتكلم في النقطه دي تاني ونكمل كلامنا عن الماتش، لكن خلينا نطلع الفاصل ومكملين مع نجومنا في الاستوديو.